أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقة، الجزء الأخير. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشة. بعد نذكر مواقع التواصل الاجتماعي كرة روتانا دوت نت وكرة شو على الفيسبوك، وأيضا بإمكانكم متابعتنا على اليوتيوب وعلى تويتر عبد الله الفراج ونبيل العبودي، هم ضيف الحلقة. فقرتنا اليومية عبد الله الفراج كان معنا في صحيفة الوطن. فقرتنا اليومية بين قوسين والكاتب أحمد المطرودي لتابع. فقرة بين قوسين اخترناها لكم اليوم من صحيفة الرياضية للكاتب أحمد المطرودي، والذي عنون مقالته ببراءة الهلال والانضباط، حيث بدأ المقال بقوله: الذين يشخصون حالات الشغب في الملاعب السعودية وينسبون أسبابها إلى لجنة الانضباط يظلمون اللجنة ويجافون الحقيقة، لأن المسألة تعتمد بالدرجة الأولى على تربية المجتمع للأفراد. فلو كان هناك شاب تربطه علاقة متميزة مع والديه، حيث الحب والحنان والاحترام مع تعامل الراقي من قبل المدرسة وجماعة المسجد والحارة، هل تتوقعون أن هذا الشاب سيقفز الحواجز ويطامر في الملاعب؟ في المقابل هناك شاب تربى منذ طفولته على الإهانات والتحطيم، المعتمد على كلمات جارحة تزيد من الفجوة بينه وبين والديه، فيفقد الثقة في نفسه وييأس من رضا الوالدين أو نظرة المعلمين. وحينما كان طفلاً لم يستطع الخروج من شباك الكبت والقمع، وعندما سنحت الفرصة بتجاوزه مرحلة الطفولة يتحول إلى شخص مسعور يريد تفجير كل المكبوتات الطفولية، وليس هناك ما يخسره. إنه ضحية آباء تعلموا كيف يتعاملون مع الكمبيوتر والسيارة والأدوات الكهربائية وطريقة البناء الصحيحة لمنازلهم، لكنهم للأسف لم يتعلموا المهم، وهو كيف يربون أبناءهم. ثم يبين الكاتب أن لجنة الانضباط ليست مسؤولة عما يحدث، فيقول: لجنة الانضباط ليست مسؤولة، بل التربية الخاطئة التي تمارس في البيوت والمدارس، فيخرج بسببها ومنها شباب ليس لهم طموح ولا اعتزاز وثقة بالنفس، بل شباب مستهتر فوضوي يمارس سلوكيات منفرة للآخرين، وبسببها يفقد التواصل مع الأشخاص المحترمين والنزيهين، فلا يستطيع كسبهم ويهربون منه، فيضطر للاستعانة بأي أشخاص يجارونه السلبية والسطحية والجلافة والصلافة والملابس المخجلة، إما أن تكون بالية ومضحكة أو تكون صارخة وملفتة للانتباه. وإذا كانت لجنة الانضباط بريئة، فالهلال وجماهيره بريئون من مشاغبات ملعب الشعلة، وهنا يلزم التفريق بين الجماهيرية والشعبية. فليس ذنب الهلال أن وصلت شعبيته للبراري والصحاري والقرى والهجر، ولهذا فسلوكيات الجماهير التي تحسب عليه هم الذين يتواجدون في الرياض. لقد رأينا جماهير سعودية تشجع يوفنتوس، ماذا لو أن هذه الجماهير قامت برمي العصي والحجارة في اعتزال الدعية؟ هل سنقول أن جماهير اليوفنتوس مشاغبون ويجب معاقبة النادي؟ وهل جماهيره التي حضرت الاعتزال بما فيها من أنماط سلوكية وممارسات وتصرفات هي نفسها سلوكيات جماهيره التي تعشقه من أهل مدينة توريدو وباقي مدن إيطاليا؟ جاهزين التوقعات؟ عبد الله جاهزين التوقعات؟ خلينا نبدأ بالهلال والتعاون. لأن أنا كنت طبعاً أتابع مقال زميل جزء منه، وفي كلام جميل عن السلوكيات المجتمع وكذا والمدارس والمكبوتات والأشياء هذه، بس المشكلة مشكلتنا يعني ولجنة الانضباط مظلومة. يعني مشكلتنا أنه، ولا أتكلم عن الزميل الكاتب المقال، لكن أحياناً نقول لجنة الانضباط مظلومة في حدث معين، لما تجي حدث مضاد هي المسؤولة. أنا أتمنى بس نتعامل جميعاً بحياد.
اللجنة نفسها تحكم على جميع الأحداث بحياد واللجان الأخرى. طيب بالنسبة للتوقعات تفضل. هلال تعاون. الهلال كم؟ الهلال فرق هدفين. عطنا رقم. 2-0. 2-0. هلال تعاون. الهلال 3-1. الهلال 3-1. النجران والأهلي. نجران والأهلي توقع 2-1 الأهلي. 2-1 للأهلي. نجران والأهلي. نجران والأهلي 1-1. أتمنى بس على العمق في التفكير هذا تطلع صح ولا مغامرة. إيه الأخيرة اللي هي الأنصار و... وهجر. لا هجر. هجر. هجر كم؟ هجر 2-1. 2-1. أنا أرى أنها العكس، سيكون 2-1 للأنصار. 2-1 للأنصار. شوف أنت بتطلع توقعاتك غلط، أنت قلتها بسرعة مو مشكلة، بس عبد الله كذا يعني يفكر وهذا وبتطلع غلط. أنا أفكر وين المباراة بتقام. لا بس يعني حاجات كذا. معليش توقف شوي، عبد الله يقول لي ليش ما قلت أن سعد أنا أتوقع سعد بيسجل بكرة في التعامل. توقع سعد يسجل؟ طيب الله يوفقك. خلينا نشوف عناوين صحافة الصباح. في صحيفة اليوم، حسن مظفر يقترب من الاتفاق، والجولة المقبلة تشهد ارتداء بوعبيد لشعار الاتحاد، الهلال يمدد الشرط الجزائي لدول ويبحث عن مهاجم، ومساعي اتحادية لرأب الصدع الشرفي. في شمس، النصر يراقب شرحيلي ويفكر بإعارة بلال، وافتيحي يطالب رئيس الاتحاد بالرحيل. دول الضغوطات وراء التقليل من وراء من الأجانب. في الجزيرة، مصادر الجزيرة تؤكد أزمة الشباب وعطيف تطورت وشقيقاه يطالبان بالرحيل. والهلاليون يشرعون في بناء ملعب جديد، والحارثي يشارك اليوم. في المدينة، إندوما يفشل في الكشف الطبي بسبب عيب خلقي. وفي الشرق، افتحي لابن داخل أنصحك بالرحيل وخصومك يشفقون عليك. والمعبد للشرق، مشكلتي مع الدوسري طبيعية ونبحث عن بديل بابا ونبحث عن بديل لبابا. كريري يقترب من شعار الأهلي. ضيوف حلقة الغد: خالد قاضي الكاتب والناقد الرياضي، وسلمان العنقري مسؤول التحرير في صحيفة جول أونلاين الإلكترونية الرياضية. عبد الله شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا يا تركي. نبيل شكرا جزيلا لك. شكرا لك أخي تركي، وشكرا لأخوة المشاهدين والمستمعين. وعدنا غدا إن شاء الله 11:30 في أمان الله.